تبدأ اليوم أعمال قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في واشنطن، هي التي تحتفل بمرور 75 عاما على تأسيس الحلف. القمة تنعقد في وقت تشهد فيه أوروبا انتخابات وطنية وإقليمية أدت إلى صعود تيارات يمينية متطرفة في بعض الدول، قد تنعكس على توجهات هذه الدول حيال قضايا حاسمة كالدفاع في مواجهة سياسة روسيا التوسعية والهجرة والأهداف المناخية لعام 2040. كما تخيم على الحلف حالة من الترقب والحذر لما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية من نتائج. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ قد أعلن أن القمة ستركز على ثلاثة مواضيع: أولها تعزيز دفاع الحلفاء والردع، والثاني هو دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها، والثالث هو الاستمرار في تعزيز الشراكات العالمية لحلف شمال الأطلسي خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتنضم إلينا من بروكسل الآن لينا أبروس، مدير تنفيذي للشؤون الحكومية والاتصالات الاستراتيجية لدى فورورد جلوبال. أهلا وسهلا بك لينا، وشكرا جزيلا عودتك إلينا هنا في البرنامج. يعني في هذه المرة الاجتماعات الناتو تصادف في واشنطن، وواشنطن بنفسها يعني لديها أزمة الثقة بالرئيس الأمريكي بالوقت الحاضر، وكان دعا نفسه بايدن قال بأنه على من يشكك بقدراته حاليا أن يتابع تحركه أو تصريحاته أو وجوده من ضمن اجتماعات الناتو. هناك كثير من المتغيرات، هناك رؤساء مثلا كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني له، هذه أول اجتماعات للناتو له، فبالتالي كيف متوقع أن تكون أجواء هذه الاجتماعات ومدى صعوبتها أو حدتها بالأحرى؟ صباح الخير صبا، وشكرا مرة ثانية على استضافتكم. رح تكون هاي الاجتماعات صعبة ومضطربة، ولكن ما رح نشوف فيها تغييرات جذرية كثير كبيرة لأسباب طبعا لأسباب الانتخابات، نتائج الانتخابات المحلية اللي صارت بأوروبا. عندنا اليمين المتطرف طبعا أجندته واضحة بالنسبة للإنفاق الدفاعي لدول الأعضاء لحلف الشمال الأطلسي، وأيضا بالنسبة لكيفية مساعدة أوكرانيا من ناحية الدفاع ومن ناحية تزويد أوكرانيا بالأدوات الدفاعية والمرغوب إليها. وفي موضوع كمان كتير مهم هو التعيين الرسمي لأمين العام لحلف الشمال الأطلسي، هو مارك روتي رئيس الوزراء الهولندي السابق. في هاي المرحلة رح يكون هو يعني التحليلات، رح يكون اجتماع المهم جدا انه نشوف شو الاجنده المجاريه والاجنده اليمين المتطرف لها، قد ايه رح يكونوا يعني فوكل وصريحين بدعم اوكرانيا. هذا اهم موضوع لهم. زي ما بتعرفي الانتخابات اللي صارت للبرلمان الاوروبي لساتها عم تتشكل، يعني لسه عم بتصير عندنا تحالفات من هون لشهر 9، حتى اذا صار في ثالث كتله مهمة وكبيرة اللي هي تكون الباتريوتس اوف يوروب بقيادة ميلوني، هون رح يكون في خلينا نحكي علامة استفهام، وفعلا لازم نشوف شو رح تكون اسهامات وانفاق الدول الاعضاء للاتحاد الاوروبي خلال بعد طبعا ما تتم هاي التشكيلات. لهلا عندنا الديمقراطيين والاشتراكيين وحزب الشعب الاوروبي اللي هم الاغلبية الكبرى بالبرلمان الاوروبي. المثير للاهتمام هنا طبعا كثير مهم، بحب اضيف انه الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي هم مش كلهم دول اعضاء طبعا بحلف الشمال الاطلسي. واخر والكلمه الاخيره للبرلمان الاوروبي حول الانفاق الدفاعي بالتصويت، فاحنا لازم نترقب من هون لشهر 9 وشهر 11 تشكيله البرلمان الاوروبي القادمه اللي بتلعب دور كثير مهم طبعا. فاذا ب الموافقة على أي شيء ممكن يتم قرارات يمكن اتخاذها من ضمن حلف شمال الأطلسي. لكن المثير للاهتمام بموضوع حلف شمال الأطلسي، عندنا 32 دولة هن دول الأعضاء، والقرارات التي تتخذها يجب أن تكون بالإجماع، وبالتالي هل سيكون هناك كيف سيكون هناك إجماع مع زيادة التشرذم أو زيادة الفوارق بسياسات هذه
هذه الدول شيئا فشيئا. يعني في كثير كلام، اذا نرجع لموضوع الاتحاد الاوروبي بعد الانتخابات الفرنسيه، في كثير كلام على شو موقف فرنسا بالاتحاد الاوروبي وكيفيه تمرير اي قرارات في ذلك البرلمان حتى غير البرلمان الفرنسي. بالطبع مش بس فقط البرلمان الفرنسي وبقية البرلمانات، يعني عندنا بلجيكا، عندنا هنغاريا، عندنا بولندا، إيطاليا، هدول اليمين المتطرف هو الصوت الأقوى. ولكن بمنظومة حلف الشمال الأطلسي صبا، لما بيكون في إقرار لدفاع معين، لإنفاق معين لدولة أو مساهماتها الدفاعية لحلف الشمال الأطلسي، مش ضروري تكون يعني حسب المنظومة أو حسب أجندة معينة بقرها وبتنفيذها الناتو. يعني في إشي بصير تايلر ميد، زي ما صار وقت الانترفنشنز أو تدخلات بليبيا، بأفغانستان، بصربيا في السابق. يعني ب 18/6 كثير مهم نتذكر انه رئيس الحكومه الهنغاريه فيكتور اوربان عمل كتب حمله دعائيه كامله لكيفية شو هي شروطه للموافقة على مارك روتا كأمين عام لحلف الشمال الأطلسي، ومن أهمها هي عدم استخدام الأدوات الدفاعية والإنفاق المجري للناتو بأي شيء له دخل بأوكرانيا. يعني كمان هاي يعني ما في شروط، ما في اسود وابيض، ما في بلاك اند وايت، دائما عم بيكون في كمان نتوقع انه يكون في تايلر ميد سبندنج او ميكانيزم اليات للانفاق تاعت للدول التي ستساهم بالتمويل الجديد او تكمله ال 2% من الناتج المحلي للحلف الشمال الاطلسي. شتولتنبرغ كان قال الأسبوع الماضي بأنه توقعات أنه يكون في يعني المبالغ اللي عم نحكي عنها هي حوالي 43 مليار دولار سنوياً يبنى عليها من الالتزامات من الدول الأعضاء. هل سيتم التوافق بالأحرى على مستويات إنفاق بهذا الحجم الآن؟ وبنفس الوقت يعني بخلفية ذهن كل شخص من الأشخاص الموجودين بالاجتماعات هو أنه خلال 4 أشهر ممكن أنه يلاقوا حالهم جالسين مع ترامب ومش مع بايدن، واللي هو ممكن أنه يغير كثير من هذه القرارات أو الالتزامات. طبعا اذا بنقارن الرئاسه الامريكيه السابقه مع دونالد ترامب، هو غير اليه الانفاق وطلب من جميع دول الاتحاد الاوروبي الاعضاء زياده دفع التزاماتهم الماليه. يعني حتى اولت امبارح رئيس الحكومه الاسبانيه رجع وكرر انه 2% من الناتج المحلي سيتم تسديده لحلف الشمال الاطلسي. ففي حاله ترقب كثير كبيره باوروبا، والمعروف طبعا عن رئاسه ترامب اذا صار طبعا رئيس، رح يخلخل او يهز خلينا نحكي المنظومات العالميه كلها مثل الدبليو تي او، الناتو، اليو ان. فاوروبا بحاله ترقب. وبس في كمان كثير جزء مهم اللي هي اليمين المتطرف رح يكونوا سعيدين بعدم انفاق هالقد للناتو، ويكون الانفاق هو داخلي اكثر للشؤون المحليه او الدفاع المحلي لاوروبا، ويكون روسيا هي عباره عن شريك وليست يعني دوله بحاله حرب. وهي هي الاجنده المجريه والاجنده ميلوني واجنده بقيه طبعا وهولندا، حتى نبطل بحالة حرب ونصير بحالة سلام هي هذه مع روسيا. طبعا هذا هو يعني مهم كثير نشوف شو رح يصير التحالفات اجين من هلا لشهر 11 وشهر 9، وطبعا مع الرئاسه الامريكيه الجديده رح يكون في سيناريوهات كثير مختلفه عن هلا. كون أوربان عمل هالزيارات المفاجئة نوعا ما قبل ذهابه إلى واشنطن والاجتماع مع زملائه بالناتو، زياراته لبكين لروسيا، هل عم بحضر، هل في كلام أنه في عم بحضر لأي مفاجآت
لاجتماعات الناتو أو يأتي بجديد فيما أسماه هو مهمة سلام قام بها؟ فلابد أن يكون له عرض على الأقل في هذه الاجتماعات. صبا، المعروف عن رئيس فيكتور أوربان الهنغارية دائما بفاجئ ودائما بيستخدم تكتيكات دعائية كبيرة. المهم نتذكر أنه هنغاريا هلأ هي ترأس مجلس الدول الأوروبية The European Council من هلأ لآخر شهر لآخر هاي السنة، فكمان هو من الأجندة الأوروبية اللي بيحملها زيارة بقية الدول وأهمية العمل مع الشركاء الدوليين. ممكن احتمال كتير كبير أوربان بهذا الاجتماع يعني، وهو على الأغلب يوقف أي دعم للناتو من هلأ لآخر الرئاسة. وطبعا هذا ممكن يكون على مستوى اتحاد الدول الأوروبية الأعضاء بالناتو، مش كلهم هم أعضاء. فمتوقع أي سيناريو من أوربان حتى يكمل بالأجندة إنه إحنا مش بحالة حرب مع روسيا وروسيا هي شريك لأوروبا. هاي هي الأجندة اللي رح يعملها، ونتخيل خلال 6 أشهر الجايين رح نشوف كتير مفاجآت صراحة. لينا، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح.